نعم، المراكز الجماهيرية التي إنشأها الاحتلال في مدينة القدس في إطار التعريف، المراكز الجماهيرية وهي مراكز خدماتية تؤدي خدمات اقتصادية واجتماعية يفترض لكل سكان مدينة القدس من مرحلة الطفولة المبكر وحتى مرحلة سن الشيخوخة. ولكن هذه المراكز الجماهيرية التي يتحدث عنها الاحتلال، هناك عملية دس للسم في العسل، هي في الظاهر هي تريد أن تؤدي خدمات اقتصادية واجتماعية وتريد أن تقدم خدمات لسكان مدينة القدس وتلبي احتياجاتهم، ولكن في الجوهر هذه المراكز هي الهدف منها اختراق الوعي وصهر وتطويح وعي الشبان المقدسيين على وجه التحديد من أجل تقبل الوجود الاحتلال وتطبيع العلاقات معه بحيث تظهر أن الوجود هذا الاحتلال طبيعي. وعندما نتحدث عن هذه المراكز الجماهيرية نقول أنها في البداية نشأت في شمال مدينة القدس، معنا في عدد قليل في منطقة بيت حنينة، ولم يكن لها أثر جدي وحقيقي في حياة السكان. ولكن من بعد ما نسميه بهبة الشهيد محمد أبو خضير، الفتى الذي جرى اختطافه من قبل المستوطنين وتعذيبه وحرقه حيا، نستطيع القول وبعد ذلك هبت الشهيد مهند الحلبي في البلدة القديمة 20 أول 2015، أن الاحتلال بدأ يدرك تماما أنه ربما قد يفقد السيطرة، ولذلك هو وسع في إقامة المراكز الجماهيرية في مدينة القدس من خلال السعي إلى دمج سكان مدينة القدس في الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي. وبالتالي أصبحت هذه المراكز الجماهيرية العين التي يطل منها الاحتلال على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المقدسي، وأصبحت النافذة التي يطل منها على المجتمع المقدسي في إطار القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي هو أراد أن يربط حياة سكان مدينة القدس في بلدية الاحتلال عبر هذه المراكز الجماهيرية التي خصص لها مبالغ ضخمة تصل إلى 15 مليون شيكل سنويا، بمعنى أنه أصبح يربط الأرنونة مع قضايا الحصول على المخطط الهيكلي والتراخيص بهذه المراكز الجماهيرية، وحيث أن هذه أصبحت حلقة الوصل ما بين بلدية الاحتلال وبين سكان مدينة القدس في قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية. إذن يراد أن يتم كي الوعي والسيطرة على الذاكرة الجمعية، وبالتالي رسم الاحتلال سياساته واستراتيجياته على أساس أن يتم دمج الشبان المقدسيين في المجتمع المقدسي وأيضا في الاقتصاد الإسرائيلي، والتنظير لدولة الاحتلال على أساس أن هذه الدولة يجب أن يكون معها علاقات طبيعية في ظل ظروف غير طبيعية.